بت يا سناء، انت هتحضر روح مين النهارده؟ روح حمد سنيه، هي اللي هتقول لنا اذا كان ابنها اتجوز على سنيه ولا لا. الله يخرب بيتك، انا خايفه لو روح تقفش فيها ما تخرجش. مش هلاقي احسن منك احضر عليها الروح. اشتهت الاشتوت يا مخرج السر من بطن الحوت، شمهور شمشورش احضر بالعجله وبالسرعه، ان كنت في بحر ولا في ترعه. احضري احضري يا روح فتكات، يا بنت سنور ونعمات، احضري احضري احضري. انا مش روح فتكات الملعونه، انا ملكه الجن المجنونه اللي بقطع في النسوان المسجونه وباكلهم من غير ما اعصر عليهم ليمونه. انصرفي انصرفي يا روح يا شريره. مش هنصرف يا سناء غير اما اخليكي تلف في العنبر بشعرك المنكوش. بتحضري عفاريت يا بنت الهرمه؟ مخاويه جن؟ لا يا ماما، ده انا مخاويه عفريتين بالتبني، هخليهم يحولوكي كلب بلدي، واللي رايح واللي جاي حدف عليك بالطوب. احترموا نفسكوا، عفاريت في سجني يا كلاب. ايه ده؟ شاور. تمام يا فندم. فتشي السرير ده، انا سامع رنه. فتشي سرير مين ده يا كلب انت وهي؟ انا تف تف، تعالى يا بيت. اه يا فندم. الله 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 الله. موبايل؟ الله الله. وبكاميرا؟ لا ومش اي كاميرا، كاميرا 6 ميجا بيكسل. الله، وايه ده؟ واتساب؟ يا خساره، بس النت مش واصل له. طب كنت قولي لي اوصل لك توصيله ولا حاجه. والله يا ست الموره ما اعرفش حاجه عن الموبايل ده. ما تعرفيش حاجه عن الموبايل ده ازاي؟ ما الواد حماده شنكات اهو، بعت لك رساله، بعت لك اغنيه انا شارب سيجاره بني يا مزه السنين. مش دي اغنيته؟ مش عارفه. ما تعرفيش؟ خدي البت دي حبس انفراد يا شوار. لا الانفراد دي يلا يلا اجري. لموا نفسكم يا نسوان يا غجر، حضروا عفاريت عندي. تعالي يا بت، تعالي هنا قربي. ايوه يا اختي. خايفه مني ومش خايفه من العفريت؟ لاعي الباكج اللي انت عاملاه ده، لاعي اهو. سريرك انهي؟ هو ده. دواري يا شوار، هنلاقي بلاوي، عفريت صغير ولا حاجه. قول ارجع لورا، ارجع لورا. لقيت ايه؟ تمام يا فندم. وريني. اتفضلي. ما شاء الله. اتفضلي. مكياج ده من سجن القناطر، ده مركز تجميل القناطر الخيريه. طب ما تعدوا عليا بالليل في المكتب اشد لكم الترهلات ولا انفخ لكم شفايفكم. حبس انفرادي، خدي. بلاش انفرادي والنبي يا ست. لا يا حبيبتي انفرادي، عايزه ايه؟ عايزه عفريت معاكي؟ يلا غوري. ايه المكبب ده؟ في ايه هنا؟ مخدرات ولا ايه؟ سرير مين المحروس ده؟ مين دي؟ دي هاله يا فندم. هاله، تعالي يا هلول، تعالي يا قمر، يا اختي بحبك قوي، تعالي. ورينا المكبب في السرير ده، ورينا. يلا بسرعه. الله اكبر، سوداني. الله اكبر، امسك الموبايل. الله اكبر، سوداني تاني. ايه ده ايه ده؟ كل الانواع، ايش مملح وايش بقشره. الله الله، لب وزدان. طب مش تقولي لي اجيب لك ربع كاشو ولا اجيب لك نص فستق؟ ايه يا حبيبي، مين اللي دخل دول؟ معرفش. ما تعرفيش مولدتي انت، شكلك دي شكلها ما تعرف. ده انا لو دورت هلاقي اتنين بيره مشبرين. طب قولي لي اجيب لكم مزه قبل ما امشي. حبس انفرادي. حبس انفرادي ليه؟ هتعجبك، دي ترابيزه على البس. يلا يا كحوله، احترموا نفسكم. تعالي يا اعتداد. عامله ايه؟ نحمد ربنا ونشكر فضله يا ست المأمور. بتاخدي الدواء في ميعاده؟ الحمد لله، البركه في ربنا وفيكي. لو عوزتي حاجه يا اعتدال، مكتبي مفتوح لك، تيجي في اي وقت. عيني دي قبل عيني دي. ربنا يخليكي ليا وما يحرمناش منك ابدا يا ست الكل. تعيشي يا نسوان يا حوش. انا راجعه تاني الاقي رقاصه بقى بالمره. حساله،
يا سيطير ده لكن قلبي هيقف عبال ما خرجت. قلت لهم الخايبين دول يشيلوا الحاجة عند اعتدال. دي اعتدال ما بتتفتش أبدا. اللي قولي لي اعتدال هي اسم مأمورة بتحبك قوي كده. أنا من ساعة ما شفت المأمورة الضلمة دي وهي أي واحدة قاتلة جوزها تاخدها على حجراها. شكلها متعقدة من الرجالة. أكيد بيقولوا إنها أرملة. أقطع دراعي من هنا إن جوزها قبل ما يموت كان متجوز عليها. اتقوا ربنا بقى، حرام عليكوا، كفاية نام مع البنية. هو مين هيدافع عنها غيرك؟ يا ريتني كنت قتلت جوزي، كان زماني قاعده متهنيه. فعلا الدنيا حظوظ. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله. اوه على ما تجيب لنا الشاي يكون الشاي برد. لا انا خلصت خلاص اهو. طبعا يا ماما من غير سكر. اه طبعا، بس انا حطيت لك معلقتين. اه منك. اه بس معقولة يا ماما هتجيب لنا واحدة رد سجون تقعد معانا في البيت؟ دي سمحة، دي من نظافتها سموها في السجن سمحة شامبو. الزنزانة بتاعتها تحبوا تقعدوا فيها من نظافتها. بعدين دي معايا بقالها 15 سنة، أنا ضمنها برقبتي. يا ماما يا حبيبتي احنا نقصد يعني ان احنا عايزين شغالة تكون واجهة للبيت، تكون هندية اندونوسية حبشية، ايه المشكلة؟ ايه عقدة الخواجة دي؟ الله، وبعدين سمحة دي مش مصرية، خالها ساكن في مغاغة. ايه مغاغة؟ خلاص يا ماما هتلنا واحدة مصرية بس تكون محترفة واشتغلت في بيوت كتيرة قبل كده وعندها خبرة. احتراف ايه يا بنتي؟ دلوقتي الاعتماد على الناشئين. سمحة دي هتشتغل باك ليفت بتاع الشغالين بعد شوية. طيب بالمناسبة بقى ان احنا متجمعين كده كلنا، كنت عايزة اقول لحضرتك على حاجة. قولي، انا هعمل نفسي مش واخده بالي. قولي قولي. لا والله يا ماما بجد كنت عايزه يعني حضرتك تسمحي لنا وامانه ان شرف تاخدنا في طريقها توصلنا بالعربيه واحنا رايحين الشغل. نعم نعم. طب شرف طريقها زراعي، قصدي يعني بتاخد الطريق الزراعي عشان المزرعه بتاعتنا، وانت في المعادي تروحوا مع بعض ازاي؟ قولي لي بقى تمشوا ازاي كده والطريق عامل كده. اصل يا ماما زمايلنا كل يوم في الشغل بيتريقوا علينا واحنا نازلين من البوكس. ماله البوكس؟ توك توك، ده البوكس الصندوق بتاعه واسع وهوا هوا، ده انا بحب انام فيه والله. الله، باب بيخبط. شرف شوفي مين، شوفي مين. هتلاقيها سمحة، يا رب تكون جايه في ميعادها. اما نشوف يا ماما سمحة بتاعتك دي. اتفضلي. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا ماما. قوم قوم قوم، عاملوها كويس. اتفضلي. ايوه اهلا يا سمحه، اتفضلي. عاملوها زي اختكم بالظبط. يلا. اهلا اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ على مهلكوا. ايه ايه يا سمحه على مهلك عليا. تعيشي تعيشي تعيشي. سمحه الشواف، بناتي بناتي يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله، امارات زي حضرتك. يا رب يخليك يا سمحه، ايه الجمال ده؟ اتفضلي يا سمحه اتفضلي. عايزاكي بقى تعرفيها على اوضتها. هيا شرف. حاضر يا ماما. وعرفيها على المطبخ كمان. اتفضلي اتفضلي. سمحه ما وصكيش، عايزه البيت يتضايق من نظافه. عينيا يا ست الكل. اتفضلي اتفضلي. ايه ده؟ مات. ايه ده ايه ده؟ ايه يا ستنا؟ زنزانة في البيت؟ اتخضت. دي زنزانة خاصة قد كده، مش زي الزنزانة بتاعتنا دي، مخصوصة لشوية عيال كده اللي عندنا الصغيرين دول. ما تخافيش ما تخافيش، اتفضلي اتفضلي. تعالي انا افهمك. ماما الزنزانة هي دي سمحة يا ماما؟ مالها سمحة؟ شكلها غريب قوي. يا عيال هو بالشكل؟ شوفوا طريقتها، شوفوا شوفوا نظافتها. بس انتوا عاملوها زي اختكم بالظبط، ما وصكوش. يلا غيروا هدومكم عشان نطلع، يلا نتفسح في المول شويه ونجيب شويه حاجات. فعلا يا ماما انا ناقص لي حاجات قد كده. هجيب لك، وانت هجيب لك الموبايل اللي انت نفسك فيه. ربنا يخليكي. بتعيشي يا روح. ربنا يخليكوا ليا. انت متاكده برضو انك رايحه تشتري حاجات؟ الله، امال البنات فين؟ بيغيروا عشان هنروح المول. يلا حصليهم حصليهم. انا كمان. طيب يا ماما. امانه يا عداله.
ده في ايه؟ ايه في ايه؟ يلا يا امانه يلا يلا استني يلا يا امانه في ايه؟ مساء الخير. مساء الخير. ايه ده مش انتم ولاد العميل؟ لا ملك يا عميل. لا 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 هي البت دي امانه بنت العميد نور انا عارفها. عايز كريم والتبيع كسبان. عايز كريم والتبيع كسبان. عايز كريم بالشوكولاته. عايز كريم يا بتاع جيلات. امورين يا ست هانم. هات اتنين واطلع بس كده. عينيا. حاضر يلا بسرعه. عينيا يا ست هانم جايه اهو بسرعه. استنى رايح فين؟ يا بلدينا دي تعدي دي لا خش. أوامرك يا بلدينا. السلام عليكم. رايح فين يا خفيف؟ رايح فين يعني؟ الأمانة. اتفضلي. اي خدمه تاني؟ لا اتكل على الله. أموريني. السلام عليكم. مع السلامة. مش عايزه ديه؟ لا مش عايزه بقى يلا. ماشي.